مش انا بقيت بتابع الكبير، طلع مسلسل حلو ودمه خفيف بصراحه. يعني كنت انا بتابع اكتر مكتوب علي اكرم حسني، وبعد كده بدات بقى كل اصحابي وكل زملائي يقول لازم تتابع الكبير، فبدات اتابع الكبير، فاكتشفت انه مسلسل حلو جدا. احمد مكي دائما مختلف وفوق التوقعات، بس كمان في فنان وممثل انا اشوفه نجم حقيقي مش هزار، وفي غير كتير يشوفوه بنفس المسألة، يعني انه يبقى لقبه فعلا نجم. ليه؟ علشان قدرته الحقيقية على انه يقدر يجسد شخصيات مهما كان قدر الاختلاف في الشخصية، انه لما انت تتعرف عليه في بدايته وهو بيقدم ادوار كوميدية فارس تضحك تضحك يعني ويلفت نظرك، وإلا ما كانش الأستاذ عادل إمام ركز معاه، ده على سبيل المثال. ولما تيجي تشوفه والسن عمال بيجري، هو السن جري مش قوي صحيح بس السن جري يعني، ولما تشوفه والسن بيجري هو بيقدم أدوار إنسانية جدا، أو يقدم دور الشرير زي في رمضان اللي فات ويطلع شرير شر، وده حاجة عكس طبيعته تماما، أو أنه يقدم دور في منتهى الحكمة والرصانة فيقوم بدور قاضي جليل زي السنة دي في أمل فاتن أمل حربي. أقدر أقول لك بمنتهى الفخر أنه ده الصديق القديم، الزميل العزيز، الصاحب الجدع الممتلئ الممتلئ، وخد بقى مني ده نقاء، خالد سرحان، خالد سمير سرحان. ازيك يا خالد؟ يا جو التأديبة الجميلة دي، انت اخويا وحبيبي والله، انت عشرة العمر دي، العشرة العمر فعلا يا خالد. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، على قد ما انت وحشني قد الدنيا على المستوى الشخصي، على قد ما وجودك على الشاشة بيملى جزء كبير من الفراغ. والله انا مبسوط، ما تتخيلش قد ايه انك فرحان بالاعمال الفنية. حقيقي انا فرحان من قلبي والله العظيم، والله يا ربنا، والله العظيم حاسس يا حبيبي، ربنا يخليك يا جو. خالد قول لي، يعني انا كنت بتكلم على بداية خالد سرحان اللي بدأ الأول بأدوار كوميدية توقعك على روحك من الضحك، وصولا إلى تنوع حقيقي ومحكم، مش بس مجرد تنوع، ومحكم في الشخصيات وفي الأدوار. التنويعة دي ده كان قرار خالد، ولا إنه دي أدوار اتعرضت على خالد فعجبته فيلا نجرب؟ طيب بص، هي فكرة انك انت تستمر على نمط واحد بتخلي العمر قصير قوي فنيا، دي فكرة عامة يعني، وانا عارفها من زمان وتتلمست على ايد اساتذة كبار اشتغلوا على انه الفكر ده اللي هو التغيير في النمط، في الاداء، في الشخصيات، زي الاستاذ عادل امام مثلا، لو لقيته مثلا كان بيعمل رجب في وصفيح ساخن، شعبان تحت الصفر، افلام كوميديه، وفجاه بقى بيعمل المشبوه. صح. حتى ما كانش يهمه الفيلم ده ينجح قوي جماهيريا زي الافلام الكوميديه، لكن المهم انها تديله مساحه وقماشه جديده. ايوه. وكذلك نجوم كبار، فهي فكره انك انت تغير من نمط تمثيلك. تاني حاجة، أنا بحب التمثيل، أنا مش فكرة إنك تعمل أدوار كوميدية فأنت شخص تحب اللهو. ده صحيح. يعني أنت غيرت الكلية بتاعتك مرتين عشان تخش معهد السينما. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي، لأن أنا ماليش غير معهد السينما كان الحقيقة يعني. أنا بحب الشغلانة دي جدا جدا، وبحب أركز في الشخصيات، بستمتع بعمل الشخصية وتحضيرها ودراسة أبعادها وما حولها، زي مثلا فاتن أمل حاجة. أيوه. هي فكرة إنك تروح المحكمة، طبعا بس عشان نبقى واضحين إن الجلسات الأحوال الشخصية بتبقى سرية. فدي أنا ولا أنا ولا عشرة زي نقدر نخشها. طبعا. لانها بتبقى سريه، لانها تفاصيلها سريه. صح. ولكن في جلسات اخرى بتبقى جلسات احكام، بتبقى جلسات عامه، دي قدرت الى حد ما ان انا احضرها. زائد ان القضاء يعني طبعا انت عارف ان احنا يعني ما احنا الصغيرين، فاحنا زمايلنا في المدرسه وكده بقى القضاء. صحيح. ف دول قعدت معاهم على تفاصيل التفاصيل للشخصيه، لدرجه ان انا قريت لهم
وانا يعني خدت السكريبت ورحت لهم وعرضت لهم بعض مشاهد المحكمه. حلو. ليه؟ وطبعا الاستاذ ابراهيم عيسى مراجع جدا الحوار قانونا، لكن انا كنت براجع مع القاضي اداء. فاهم الفرق؟ فاهمك. بس انا كنت لسه اسالك فعلا على كده. احنا اكيد لينا احنا الاثنين في اصحابنا ناس النهارده قضاه ورؤساء محاكم كمان بحكم السن، فرجعت لهم، انت رجعت لهم على الاداء وطريقه على النطق والاستجواب والاسئله على كل حاجه، حتى على عائلتهم، حتى على تعاملهم مع اسرتهم والاتيتيود بتاع القاضي. والاتيتيود بتاع القاضي يعني بص اللي انا فهمته من يعني من اطيب القضاه هم بتوع الاحوال الشخصيه، لان بتبقى عندهم قدامهم حالات انسانيه كتير طبعا، لكن في نفس الوقت كمان بيبقى بيحكمهم القانون جدا. يعني انت ممكن تلاقي حاله قدامك تبقى مش عارف تعملها ايه، بس هنا القانون بيحكمك. صح. وده سؤال يا خالد، يعني مساله الرغبه يعني اللي يعني ممكن في حته بس عايز اكملها لك. اتفضل. يعني انا وصلت لان اشوف قاضي بيصالح واحد على مراته ويطرد المحامين بره. طب والله قاضي جميل. يعني يعني اللي هو فهم الى هذا الحد ناس كويسه يعني، او اللي انا شفتهم على الاقل كويس قوي. طيب انا سؤالي كان في مساله التردد يا خالد، يعني الناس لما تتعود على خالد سرحان لسنين بانه خالد اللي بيقدم لنا جرعه كوميديا حلوه وبنضحك وبنتبسط، وبعد كده نلاقي خالد بيقوم بدور شرير، ده ما يخلقش تردد؟ او انه في الدور بتاع السنه دي مش كل الناس بتبقى قادره تستوعب او مستعده حتى لاستيعاب ان القاضي يحكم بما لديه من ادله زائد مواد القانون، فهياخدوا انطباع ان هو ايه، ياه مش كان ينصف فاتن، مش كان يحكم لفاتن. لا تعرضت لده جدا. ها تعرضت لده جدا جدا. بص بالنسبه لجرعه الكوميديا فانا الحمد لله مديهم في المداح جرعه كوميديا يعني زي ما انت عايز. يعني المداح هاريهم كوميديا. حلو. لكن فاتن امل حربي تعرضت لانتقادات، وكان وده على فكره ده الحمد لله ده يعني بيورينا ان قد ايه الناس يعني تفاعلوا مع شخصيه القاضي لغايه ما حرام عليك ليه حكمت مع على فاتن بكده. فالاقتناع ده في حد ذاته بيسعدني، لان انا بحس ان انا وصلت لهم المعلومه. ايه اللي جاي بقى في فاتن امل حربي ده موضوع تاني. ماشي، مش هنتكلم فيه لحد ما يعني نقدر نتوافق على صيغه نقابلك كده وتقعد معانا ونتكلم. انا عارف ان دايما في اعتبارات كتير وفي مواعيد وفي حاجات اخرى، فنقدر يعني هنوصل لتفاهم يا خالد نعرف نقعد بيه سوا. جزء منه الخطر بتاعي. لا طبعا انت اخويا يا يوسف. ورحلتنا طبعاً الشهيره على الموتوسيكل وراك. الموتوسيكلات طبعا. الناس كلها مش اغلب الناس مش عارفه ان انت راجل من اهم هواة الموتوسيكلات. فكنت. انت بطلت موتوسيكلات؟ خلاص بقى كبرنا على حاجه، مش حمل وقع يا عم وكسر. لا يا عم ربنا يديلك الصحه خالد، حقيقي انا فرحان لك من قلبي بجد. وفعلا انت نموذج حقيقي للفنان اللي كل ما سنين خبرته بتزيد بيصبح فعلا اكثر طعامه، يعني طعمه بيبان جدا وبيبقى ليه طعم طاغي على العمل حقيقي يا خالد. ده مش كلام لاصحاب بس ده كلام حقيقي من قلبي بقى كمشاهد ومذيع على قد الحال. يا استاذ تسلم لي والله. ربنا يوفقك دايما يا رب، ونشوفك باذن الله قريب. ربنا يخليك ان شاء الله يا حبيبي. الف 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 شكر ليك، كل الشكر لنجمنا المتالق بصراحه. والحقيقه ما اقدرش اقول لك ان انا مش منحاز، بس انا رايي فعلا ما فيهوش اي انحياز، يعني انحيازي المتعلق بصداقه. انا وخالد نعرف بعض من سنين طويله جدا، واهالينا اصحاب جدا، فعمليا واحنا مولودين في نفس السنه، فعمليا يعني خالد ده اخويا، فانحيازاتي الانسانيه ناحيته انا بحاول انحيها جانبا، وانحيازات الصداقه. بس انت اقعد ركز فعلا مع خالد سرحان، خالد كل سنه بيقدم لنا مفاجاه، يعني انت لا يمكن تتصور انه خالد سرحان القاضي هو خالد سرحان في التجربه الدنماركيه، صح؟ استحال. او هو خالد سرحان في المسلسل بتاع السنه اللي فاتت كان اسمه اللي ملوش كبير بتاع احمد العوضي، فين والله ليه وحش احمد العوضي، وياسمين عبد العزيز اللي الحمد لله على سلامتها مما لا شك فيه،
ومقدمة أكتر إعلان متألق في رمضان بالمناسبة، هكذا يرى الجميع يعني. فأقدر أقول لك إنه خالد طول الوقت طول الوقت عمال بيتطور حقيقي يعني.